شوف بقى فراو ميرفت عامله ايه، بتقولي حبيبتي يا بطوطه ربنا يحسن ما بين ايديكي، دي رولاتب بالزبده والثوم حقيقي يعجز الكلام عن وصف هذا الجمال. فاكراها جدا الوصفه دي، خطيره من الحاجات كده اللي ريحتها بتبقى مفحفحه قوي قوي في المطبخ، طعمها بيبقى خطير. تسلم ايدك يا روحي. وعندنا كمان مدام سعاد السكري بتقولي صباح الفل والياسمين على حضرتك يا احلى شيف الدنيا كلها، وعملت الفطاير والبطاطا بطريقه حضرتك تحفه جدا، تسلم ايديكي وعينيكي يا غاليه، بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي ما شاء الله. دي الفطاير كنا عاملينها، ودي البطاطا بتاعت الاسبوع اللي فات كانت خطيره، محمره كده من على الوش، وايه تحفه ما شاء الله. عندنا كمان جنه الرحمن احلى شيف في الدنيا، ربنا يبارك فيكي وفي وصفاتك، القرص المحشيه سكر وقرفه، تسلم ايدك روعه ما شاء الله، تسلم ايدك انت يا روح قلبي، تعيشي وتعملي. طبعا التصوير ظالم يا جماعه والله، الحاجات اللي انتوا بعتنا ما شاء الله. عندنا كمان مدام وفاء السيسي او وفاء السيسي، حبيبتي شيف فاطمه اجمل شيف، بحبك جدا، وعملت الليمون المفروم بطريقه حضرتك تحفه جدا، هو خطير بجد، فكرة مميزة جدا ولذيذة قوي، تسلم ايدك يا وفاء. عندنا كمان نور الرحمن، صباح الخير والسعادة يا حبيبتي احلى شيف في الدنيا كلها، ربنا يديمك في حياتنا وتسلم وقفتك كل اكلي من اكلاتك الجميلة، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. ودي صينية الشيش طاووق بالبطاطس والخضار، يا رب تعجبك وما تحرمش منك ابدا. وروفي بنوتي بتسلم عليكي، وماما بتعمل كل وصفاتك برضو، ربنا يجعل تعبك في ميزان حسناتك، اللهم امين. وميرسي يا حبيبة قلبي على كل الكلام الحلو ده. ودي صينية الشيش طاووق بالبطاطس في الفرن، خطيرة خطيرة، من أحلى الوصفات بجد، تحفة، تسلم إيدك يا روحي. وفاء السيسي برضو بتقولي حبيبتي يا شيف فاطمة، بشكرك على كل حاجة بتعمليها، وعملت الجيلي كولا عملته لحفيدتي سيلين وهي بتحبك جدا، الله تحفة، ربنا يبارك لك فيها وتعيشي وتعملي لها يا روحي، تسلم إيدك ما شاء الله. عندنا مين كمان؟ عندنا مطبخ نجلة بتقول لي حبيبة قلبي يا شيف فاطمة، ده تطبيق الفطاير اللحمة المفرومة تجنن بجد، وتسلم ايدك وعينيك يا روحي، ربنا يحبب فيكي خلقه ويوسع رزقك بحق ما انتي مسهلة الدنيا علينا، وبتدينا افكار تنفعنا في بيوتنا وكأننا ولادك بالظبط، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وبحبك قوي قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي، تسلم ايدك. ايه القمر ده؟ الفطاير يا جماعة تتاكل بجد من حلاوتها ما شاء الله، تحفة، تسلم ايدك. ومنى عامر بتقول لي صباح الخيرات والسعاده على الشيف السكر الزياده، حبيبه قلبي ربنا يبارك ويسعدك، والله ما بتكمل فرحتنا الا لما بتيجي مباشر، بحبك قوي من هنا لاخر الدنيا، انا كمان بحبكم جدا، ربنا يحسن ما بين ايديكي، دي صينيه مكرونه على طريقتك يا رب تعجبك، والله شكلها تحفه ما شاء الله، تجنن كده، تسلم ايدك. ومعانا امل على التليفون، ناخد امل. ازيك يا امل، عامله ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ حضرتك انا بحبك قوي يا شيف فاطمه، حبيبه قلبي بحبك اكتر بصراحه. تسلمي لي يا روحي، ميرسي لذوقك، يا ربي يخليك. ممكن اعرف حضرتك البسكويت اللي حضرتك عملتيه ينفع يتعمل حلو؟ ينفع يتعمل حلو؟ اه هقول لك، اه ينفع يتعمل حلو. بصي بقى، هنكتر السكر شويه، ماشي، هنخليها نص كوباية سكر على المقدار ده، بدل ما هي معلقة هنخليه نص كوباية سكر، خلاص. الجبنة اللي احنا حطيناها تقدري تحطيها جبنة فيتا سادة، تمام، او جبنة كريمي، اي حاجة من الاتنين، خلاص. او لو مش عايز تحطي جبنة بقى خالص، ممكن نرفع الجبنة ويبقى بدل الجبنة هنحط معلقتين تانيين من الزبدة وبس، خلاص. شوف عاملين ايه كمان والتطبيقات الحلوة. وميرفت نبيه بتقول لي ازيك يا شيف فاطمه، انا بحبك جدا لانك شيف شاطره ومتجدده، ودي مكرونه بشاميل بطريقتك، دي تاني مكرونه بشاميل النهارده، خطيره، تسلم ايدك، تحفه، اللهم بارك. عند كمان ام منيره ومروان، ازيك يا شيف فاطمه، عامله ايه؟ احلى صينيه مكرونه بشاميل النهارده، ليها جمهور كبير، على طريقه حضرتك التحفه، عملتها كتير كل مره احلى من اللي قبلها، وتسلم ايدك يا ام منيره ومروان ما شاء الله، تسلم ايديكي. عندنا مين تاني؟ عندنا ايمان السيد، قمر الامارات واميره الشيفات، حبيبه قلبي الشيف فاطمه العسل، ربنا يجازيكي عنا كل خير، وصفاتك ملت مطبخي، واخرها الوصفه المحترمه دي،
المندي اليمني باوراك الدجاج تحفه تحفه تحفه، طعمه حكايه بجد. هي من الوصفات اللي انا بعشقها وبعشق اعملها. الله عليكي الله عليكي، تسلم ايديكي ما شاء الله. وناخد ام احمد على التليفون. يا ام احمد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. يا حضرتك ازيك يا روحي، اخبارك ايه؟ وحبيبه القلوب كلها. يا روحي تسلم لي قلوبكم كلكم والله. يا رب يجزيكي كل خير يا رب. واياك يا روح قلبي ما تحرمش منك ابدا. الله يسعدك، سعداء بيكم كلكم يعني من اول حبيبه قلبي لحد سيف دعاء. منورانا دايما يا روح قلبي، منورانا. رحتي فين؟ راحت فين؟ حبيبه قلبي نورتينا وميرسي على كلامك الحلو ده. انا منى عامر بتقولي مساء السعاده يا احلى شيف، ربنا يديمك نعمه في حياتنا. عايزه اعمل الليمون المفروم بس الجزر مش متوفر عندي، ينفع اعمله من غيره؟ طبعا ينفع تعمليه من غيره، بس اكيد الجزر بيدي طعم حلو. طيب رانا وريم بتقولي انا بحبك قوي يا شيف فاطمه، لازم كل يوم اتفرج على حلقتك وبعمل حاجات كتير من وصفاتك ودايما ناجحه معايا، وده الستريبس. وتسلم ايدك تحفه، تسلم ايدك يا روحي. ها فين؟ تسلم ايديكم. عندنا كمان ام اياد بتقولي انا عملت البسكوت اهو معاكي وهدخله الفرن. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. ده اول تطبيق للمقرمشات اللي معانا، في حاجه مش مظبوطه. التليفون نفسه اتخض. التليفون اتخض يا ام اياد، ما شاء الله اللهم بارك اللهم لا حسد، شطوره. يلا انا مستنيه بقى بعد ما تعمليه وتقولي لي ايه الاخبار. في يعني بص، دي طالبه مجتهده مجتهده جدا. فاكرين زمان لما كنا نقعد في الفصل كده والمدرس يقول لنا انا مش عارفه عايز اعمل، انا عملت اهو يا مستر وحاجات زي كده. ما كانش في مستر، يا استاذ بقى. ففي كده طلاب بيبقوا شاطرين، فدي نبغه. مكملين ومعانا، معانا مين؟ معانا الحاجه اصيله. صباح الفل والياسمين على حضرتك يا احلى شيف، تسلم ايدك كل حاجه جميله وبتعلم منك. شكرا، انا عملت بسكوت المدرسه طعمه تحفه جدا. فاكرين بسكوت المدرسه بتاع السبت اللي فات؟ ما شاء الله يا حاجه اصيله، تحفه تحفه. عندنا امال ابراهيم بتقولي مساء الخير، شكرا على وصفاتك الحلوه، ربنا يحسن ما بين ايديكي ودي الزلابيه، وتسلم ايدك يا روحي تحفه خطيره، تسلم ايدك. عندنا كمان زهرة اللوتس بتقولي حبيبتي يا شيف فاطمة أنا بحبك جدا وبحب كل وصفاتك، الليمون المخلل بطريقتك، تسلم إيدك يا روحي وتعيشي وتعملي إن شاء الله. حلو قوي، تسلم ايديك يا حبيبتي. عندنا كمان عماد امين، مساء الخير يا شيف، ده الدونتس بطريقتك وجربت وصفات لكن من كتر حلاوتها بتخلص قبل ما تتصور. انا ميرا، اهلا ميرا، 15 سنه ومتابعاكي من زمان جدا وبحبك جدا. حبيبه قلبي يا ميرا، بصوا عامله الدونتس حلو قوي، تسلم ايديك وعينيك يا روحي. عندنا كمان 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 بيحمل، ما شاء الله تعليقات كتير اللهم بارك. هنا بقى مريم علي بتقولي وبالله عليك يا شيف فاطمة تدعي لأختي لوجين تخف بالسلامة وترجع أحسن من الأول، اللهم أمين يا رب، هي وكل مريض. وهي في المدرسة ولد زميلها في الفصل قفل على صباعها الباب، الفصل جامد وصباعها كان حبيبتي ألف سلام عليها، ربنا يشفيها ويعافيها وترجع أحسن من الأول بإذن الله. حبيبتي وحضرتك وحشتينا كتير، حضرتك كنت غايبة علينا يوم الأربع، ما تغيبيش علينا تاني، والله العظيم اليوم مش بيكمل غير بيكي حبيبة قلبي. والله كلامكم ده بيأثر فيا جدا جدا، ربنا يديك الصحة ويسعد أيامك وفرح قلبك بحبايبك كلهم ويديك الصحة والعافية ويكبر بخاطرك وتكوني مجبورة الخاطر يا شيف فاطمة، آمين يا رب. وإياكم يا حبايبي والله. سلامي وتحياتي كتير جدا للي ورا الكاميرا، بيدونا الحاجة في منتهى الذوق والرقة وقناة محترمة. حلقة البرجر كانت تحفة بجد، ربنا يديك الصحة والعافية. أنا عملت البرجر الفراخ طلع تحفة وأحسن من بره بكتير، ربنا يحسن ما بين إيديكي، الله عليكي بجد، تسلم إيدك يا روحي. الصورة شكلها مفرح، اللهم بارك، تسلم إيديكي وعينيكي حبيبتي. تقولي إيه يا أستاذ حمدي؟
خلاص اوكي. منا الجزاوي بتقول لي كبسه باللحمه، ايه القمر ده؟ احلى كبسه دي ولا ايه؟ تسلم ايديك يا روحي، تعيشي وتعملي. عندنا مين كمان؟ عندنا واضح ان منا شطوره قوي، عامله كمان بريوش، تسلم ايدك يا منا، بريوش قمر، تسلم ايدك. اه والله بجد عندنا شطورين كتير. مكرونه بشاميل، بحبك جدا وبحب وصفاتك البسيطه، بتابعك من وانا في اعدادي ودلوقتي ثالثه جامعه، اسلوبك جميل في تقديم المعلومه وبسيطه في كل حاجه وجميله، والله انت الاجمل. ودي مكرونه بشاميل اعتقد رابع او خامس مره النهارده. اه وختمها مسك بقى، والف هنا المكرونه التحفه دي.